العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية والعادات السائدة في مجتمعاتنا تسهم بشكل جلي في تصاعد العنف المبني على النوع الاجتماعي، مسألة تستدعي إعادة النظر في السياسات الحكومية والقوانين. مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي دعت لهذه الطاولة المستديرة للمضي قدما في توفير بيئة قانونية آمنة للنساء. اليوم تحالف الرجال خلقت مساحة لهم انهم يتلاقوا مع وزيرة المرأة شؤون المرأة وايضا وزير العدل، وهي فرصة على حتى يعبروا فيها على قضايا العنف الظاهرة في فلسطين، وين دور الحكومة الفلسطينية في تبني القوانين والاجراءات الحامية للنساء من العنف. اجتمعنا اليوم رجالا ونساء وليس فقط رجالا لنناقش كيف ممكن وزارة الشؤون المرأة وبالتعاون مع وزارة العدل لنحط آليات وتوصيات لكيف ممكن نكافح العنف بشكل عام في المجتمع الفلسطيني ضد المرأة. وجدت أصلاً للدفاع عن المرأة، مش هي ضد الرجل. وصل خليني أنبهكم إذا إنه عين يمكن قلت أخطأت عين، بس هي لما وردت عليك كنت أول واحنا مش مهم. لا احنا عمي نعتز باسلامنا طبعا. انا فهمت الاختلاف في وجهات النظر ظهر جليا خلال الجلسة الحوارية التي ضمت صناع القرار في الحكومة واعضاء من تحالف الرجال الى جانب مؤسسات اهلية، الا انهم اتفقوا جميعا على ضرورة توفير الحماية القانونية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. والورشة خرجت بمجموعة من التوصيات والآليات حول الحماية القانونية للمرأة، ليس فقط الحماية القانونية وإنما الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة الحقوق، وذلك استناداً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. الاستماع لوجهات نظرهم اعتبرت اليوم نافذة إيجابية وجدية تجاه الشراكة المجتمعية سواء الوطنية أو الشراكة في إطار مجموعة التشريعات والقوانين اللي ممكن تشكل حماية جدية للنساء. كان في تعددية في طرح الأفكار، لكن التعددية كانت على أرضية الإيجابية تجاه حماية المرأة وحماية المجتمع الفلسطيني بأكمله. ردم فجوات النوع الاجتماعي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وربطها في التنمية تحت الاحتلال يحتاج إلى جهود مكثفة ترتقي بالنساء وتشركهن في مشاريع تدفع عجلة التنمية وصولاً إلى رفاهية واستقلال الذات.